وغدا تهجر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير، وفي حلقة جديدة ومتجددة مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري. نحاول إصلاح ذات البين استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. مرحبا بأوفياء برنامج والصلح خير، نرحب بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. نحن على المباشر وعلى مدار ساعة وعشرين دقيقة، وتحية طيبة وخالصة للجالية المسلمة في المهجر. مرحبا بكم. أول ما نستفتح هذه السهرة قبل الترحيب بالدكتور السعيد بوزري والضيف الكريم، أذكر المشاهد الكريم بأنه في الحلقة الماضية فتحنا ملف الأخطاء الطبية، ووعدنا المشاهد الكريم بأنه في حلقة هذه السهرة سنتواصل معكم للحديث عن إثبات الخطأ الطبي. عرضنا عدة قضايا، عرضنا الضحايا المرضى الذين يتعرضون للأخطاء الطبية، وفتحنا أبواب الحوار وتواصل معنا بعض الضحايا. الآن معنا الضيف الكريم الذي ستشاهدونه. قبل ذلك لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، ولكم من هذه الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني لنتواصل مع بعضنا البعض. تابعوا معنا برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@tv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43، 021 39 42 42. إذن شعار هذا الموسم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا. ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة، ونعتذر بالنسبة لفئة السم التي من المفروض أن تتواصل معنا من خلال هذه الحلقة، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. الأنسة زينب غائبة اليوم لظروف طارئة، نتمنى لها الشفاء العاجل وعودة ميمونة بحول الله تعالى. نعود إليكم في هذه الحلقة للحديث عن إثبات كيفية إثبات الخطأ الطبي. قبل ذلك أذكر بالأرقام الهاتفية لفتح أبواب الحوار، لعل وعسى هناك من الضحايا الذين ينتظرون هذا اللقاء لنتواصل معهم. خاصة ومعنا اليوم السيد عبد المجيد بالساحة، بروفيسور وطبيب شرعي، ربما للاستفتاء. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاسأل به خبيرة. إذن 021 39 42 42 021 39 43 43، ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. مرحبا بكم مجددا. نعود إلى البلاتو، نرحب بفضيلة الدكتور سعيد بوزري. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك. مرحبا، كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. سنرى في القضية التي بقيت في الحلقة الماضية، ونعود أيضا لنكتشف معنا ومعكم الدكتور عبد المجيد بالساحة، طبيب شرعي وبروفيسور. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير.
شكرا، مساء الخير عليكم وشكرا على هذه الدعوة في تلفاز القرآن الكريم. مرحبا بك معنا. إذا سنرى في القضايا التي بقيت في الحلقة الماضية للرد عليها من طرف فضيلة الدكتور سعيد بوزري، ثم نعود إليك لنفتح ملف إثبات الخطأ الطبي، أليس كذلك؟ مرحبا بك سيدي الكريم. إذا دكتور، في الحلقة الماضية اتصلت غنية من العاصمة لتحدثت عن الخلاف بينها وبين جارها، وقد وعدها الدكتور فضيلة الدكتور سعيد بوزري بزيارتها والنظر في هذا الخلاف. نعم. هل كان معك الخبير القضائي ليكسبير جوديسيير أثناء الزيارة؟ تفضل دكتور. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدوري أرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ عبد المجيد، نقول له بارك الله فيك، مرحبا بك في برنامج الصلح وخير. مرحبا. وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله سنستفيد منك كثيرا في مجال تخصصك. ونجاة بدأت بقوله تعالى فاسأل به خبيرا، الشرع نتاع ربي سبحانه دائما يرشدنا للاستعانة بالخبراء، ليزيكسبير. نعم. كل واحد في الدومين تاعو. الآن تكلموا شوية على العقار وبعدين نرجعوا لك إن شاء الله في مجال الصحة. الله يبارك. والعقار هذا الله غالب طبيب، يعني في كل مرة العقار يرجع. نعم. يرجع يرجع. ها؟ طيب. القضايا الأولى في القضايا الجزائرية. القضايا الجزائرية. نعم. قضايا العقار الله غالب. الشعب يحب بزاف التراب ويحب الحوانت، يحب. من الأرض نحبوا الأرض. نحبوا الأرض. يلا إذا نحبوا المشروع إن شاء الله. حب بارك الله فيك. أحسن أحسن. طيب سيدي، إذا أقول إجابة عن سؤالك أختي نجاة. نعم. المشاهد الكريم. من الآن فصاعدا نحاول باستمرار نعطيه الجديد يعني في. نعم. متابعاتنا لجميع القضايا. نعم. تعرف بالزيارات الميدانية. الزيارات الميدانية بعد انتهاء البرنامج مباشرة. تمام. مباشرة. نعم. لأنه أكيد حينما نستقبل معطيات من أي إنسان. أي إنسان له الحق أن يطرح قضيته عبر المباشر. نعم. نستمع إليه والبرنامج يقدم له التوجيهات الشرعية والتوجيهات القانونية والتوجيهات المختلفة. نعم. ولكن دائما نعاين نجتهد في معاينة مواطن النزاع. نعم. للإطلاع على القضية عن كثب. عن كثب. ربنا قال في القرآن الكريم فاسأل به خبيرا. خبيرة. نعم. فطبقا لهذه الآية القرآنية واستجابة لمطلب الأخت غنية. نعم. وعملا بالخط المنهجي للبرنامج، حضر معي الخبير العقاري. نعم. الأستاذ أحمد بالقايد جزاه الله خير. نعم. الذي نحييه بالمناسبة اليوم مع سي أحمد كمال ومع سي عبد المجيد سي حاج، راحوا اليوم إلى ضواحي بجاية. نعم. من أجل أيضا قضية عقارية. عقارية أيضا. يعني فنحن فريق عامل في الميدان. نعم. في الميدان. نعم. نحن هناك فريق في البرنامج وفريق آخر خارج البرنامج في الميدان، والكل يشكل فريقا واحدا. نعم. وقد قال ربنا في أي القرآن وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فلابد من تمثل هذا المبدأ ميدانيا. فأقول الأستاذ أحمد بالقايد تنقل بنفسه إلى الأخت غنية وزار موطن النزاع. نعم. بخبرته الفنية في مجال القضاء وفي مجال العقار. العقار أيضا. وقد أخذ منها ملفا كاملا في الموضوع وعاين موطن النزاع، وكان الوعد أن ينظر في الملف من جميع جوانبه. نعم. من الجوانب العقارية وأتعاون معه في المجال القانوني في المجال التشريعي. نعم. وطالبنا منها من الأخت غنية من خلال الخبير الذي حضر مع إليها أن يكون التواصل مع الطرف الثاني. لأنه كما قلت وأؤكد ما قلته سابقا أن الأخت غنية بحكم ما اطلعت عليه شخصيا من ملفها أو في ملفها تأكد لدي إلى غاية إثبات العكس أنها صاحبة حق، ولكن هذا لا يكفي إلى غاية تحقيق هذه المعاينة والنظر بالخبرة الفنية. نعم. للخبير. ويبقى عنصر أخير لا بد من الاستماع إلى الطرف الثاني. حنا نقول بالدرجة القاضي يسمع من زوج. من زوج. شرع تسمع من زوج. بارك الله فيك. كل واحد عنده لا فيرسيون تاعو. نسمعوا لهذا نسمعوا لهذا. نعم. وبعدين بإذن الله تعالى حينما تكون النية خالصة ويكون هناك العزيمة والإرادة يعني متيقنة. نعم. إن شاء الله سيكون هناك حل. نعم. وربنا يقول
والصلح خير والصلح فلا خير. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باش كل واحد يكون عنده الروح الرياضية لقبول الحل الشرعي والقانوني نعم. للمشكلة نعم. وسنفيد المشاهد الكريم إن شاء الله بنتائج هذه الزيارة في لقاء آخر إن شاء الله وقدر إن شاء الله. دكتور نعم. بالنسبة لقضية سعدية. نعم الأخت السعدية طبعا هذه المراسلة هي بين يديه هذه مراسلتها هذه مراسلتها هذا بالنسبة للبريد العادي البريد العادي الذي نعم. يصل إلى قناة القرآن الكريم نعم, نعم. فكان يحمل هذا الظرف قضية مكتوبة هي أمامنا وملخصها كالآتي تقول توفي فلان في عام 1960 عن زوجتين وبنتين وخمس أبناء نعم يعني هذه فريضة شرعية هذا المورث المتوفى رحمه الله ترك مزرعة وكذا وكذا ولكن للأسف الشديد استولى عليها الأبناء دون البنات دون تعود البنات. القضية من جديد نعم. يعني عنده الله يبارك شحال أبناء عنده أربع عنده خمس أبناء وعنده زوج بنات زوج بنات ولكن الأبناء استولوا على هذه المزرعة فاستثمروها بمفردهم والبنات أو البنتان محرومتان من الانتفاع من هذه الأرض هذه أول مخالفة هذه مخالفة للشريعة الإسلامية أولا التي أعطت للنساء حقوقا كما أعطت للرجال حقوقا للذكر مثل حد الأنثى نعم والمخرج في ذلك هو شرع الله عز وجل هو الذي خلق هذه الدنيا وخلق الأرض وخلق السماوات وهو الذي أشرف بنفسه على توزيع المواريث نعم. ودائما نذكر في بداية الآية السابعة من سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ثم يذكر الله عز وجل النساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة إذن هذه أول مخالفة وقعوا فيها الأبناء وننبه هؤلاء الأبناء نقول لهم اتقوا الله وعودوا إلى طريق الحق نعم. لأن العودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل ولكن بعد ذلك تم تعويض الورثة من قبل الدولة بعد تمرير طريق سيار في المزرعة نعم. المزرعة فوتوا منها لطرود نعم. وطبعا احنا الأرض بالمناسبة الأخت نجاة كاين النساء أحيانا مشاعل هذه نعم. ما يطلبوش الأرض نعم. ما يقولوا للأخ الإخوة خدموها الله يعينكم ولكن إذا تحول التراب إلى مال تعويض. أنا يقولك حبس نعم. وحتى من نكت اللي صرات يعني لماذا دكتور؟ يعني بعض ساكتة في حالات واقعية نقولهم نعم. علاش ما طلبتوا حقكم نعم. منذ 20-30 سنة اللي نعم. مات باباكم علاش ما طلبتوش نعم. هم يقولوا بكل كما يقول بالنية هكذا الجزائرية قالوا ديك كان تراب ما طلبناش ضرك ولا دراهم احنا ثاني عندنا أيضا نعم. مشاريع نعم. نبني ويكون عندنا أموال نشريو سيارة وأولادنا مورانا يقولوا روحوا يا إما جيبي كاش مليار ولا زوج ونديروا بها أفير وهكذا نعم. نعم. إذن قولوا لهؤلاء الآن التعويض نتاع الدولة تمد نعم. ولكن للأسف أيضا مرة أخرى فيه استيلاء فيه استئثار بهذا التعويض نعم. نعم وهذا خلل ونقول ما هي للسعودية الأسباب دكتور؟ والله الأسباب نفسية يعني أحب نعم. أقول هذا هو يعني أقول نفسية هذا استنفاكتور يعني عامل نعم. وكان عامل آخر نتاع خوف ربي يعني ضرب كذا كان ربي يقول مد البنات وواحد ما يمدش يعني إشكال هذا عنده مشكلة كبيرة إيمانية نعم. لأن واحد يأكل حقه وفقط إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده إذا كان واحد يطمع ويدي حقوق الناس يعني خلاص يعني لكل شيء حدود لابد أن تحترم هذه الحدود الأمر الثاني أنه هناك بعض الموروثات دي مونتاليتي بالنسبة ليه ذهنيا تاعون المرأة ما تديش نعم ما تديش لا تارث لا تارث نعم ما تديش ولا كيفاش يجي البراني عندها ثاني هذا المصطلح ايه. هذه المرأة تزوجت بواحد آخر جيب البراني وكذا نسيب ما يوين نسيب يعني كي تحوس على حقها ربما نعم. تتهم بأنه زوج تاعها اللي يحب مالها نعم نعم وأحيانا نعم. المشكلة يعني في الذهنيات تقولوا هكذا وهذه ما عندهاش علاقة بالقراية ولا تلقى واحد يقرأ ويصلي وكذا ولكن لا معنى لذلك عقلية الاستحواذ لا معنى والتسلط نعم لذلك الآية اللي ذكرناها قبل حين ربي قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت معنى لازم واحد يقبل حكم الشريعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى به نفسيا
ماشي كونتر كور يعني يمدلها بالسيف، لانه هذه البنات كي يروحوا للمحكمه وهذه الرساله حبيت نوتها نفوتها نقولها للابناء في خمسه الله يبارك، لو كان خواتات نتاعكم يروحوا للمحكمه يديوا الحق نتاعهم عادي عادي، لان النصيحه نتاع البرنامج نعم. التوجيه نتاع البرنامج نعم. نقولوا ريحوا خاوه خاوه وديروا عشاء بيناتكم الله يبارك وتسامحوا وطلبوا السماح من الخواتات نتاعكم اللي كتبتوا حقهم منذ سنوات واعطي لهم حقوقهم والسلام وبدعوه الخير قسموا الارض وقسموا دراهم قسموا المزرعه وقسموا هذه التعويضات ولكن ما تقسموش الاخوه التي يجب ان تحافظوا عليها هذه رسالتي باختصار أكتفي بهذا البيان. شكرا دكتور، بعدما انتهينا من قضايا العقار بالنسبة للحلقة الماضية أعيد وأذكر بأن هذه الحلقة مخصصة الحلقة الثانية الخطأ الطبي ولكن كيفية إثبات الخطأ الطبي، ولهذا يجد موجود معنا الضيف الكريم السيد عبد المجيد بالساحة طبيب شرعي وبروفيسور، وأذكر بأنه كان مدير سابق لترقية أخلاقيات الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. médecin légiste et ancien directeur de la promotion de la déontologie médicale au ministère de la santé. إذن قبل النقاش الأبواب مفتوحة، لأنه أذكر بأنه في الحلقة الماضية استمعنا إلى الضحايا، ضحايا الأخطاء الطبية. برنامج والصلح خير يريد أن يستمع إلى الجهة الأخرى، جهة القطاع الصحي، جهة الأطباء. لهذا الدكتور موجود معنا حتى نفهم الخطأ الطبي، الأسباب وكيف نثبت الخطأ الطبي الذي يقع على مسؤولية أو عاتق مسؤولية المؤسسات الاستشفائية أو الأطباء سواء كان في القطاع الصحي أو الخاص. مرحبا بك سيدي الكريم في برنامج والصلح خير. قبل بداية البرنامج كان نقاش صغير هكذا بيني وبينك، وأكدت لك بأنه في برنامج والصلح خير نستمع إلى الطرف ألف والطرف باء. في القضايا الأسرية تكون الخصامات، ولكن في القضايا مثل الأخطاء الطبية تكون نزاعات وخلافات بين الأطباء وبين المرضى. قبل ذلك مسيو البروفيسور نشكركم، أريد فقط أن تذكرنا هل هناك فرق بين الغلطة الطبية والخطأ الطبي حتى يتسنى للمشاهد الكريم أن يفهم هذه القضية؟ تفضل. شكرا. أنت رحتي مباشرة إلى عمق المشكل. نعم. يعني الخطأ والغلط، الغلطة والخطأ. والخطأ يعني ليغور إلى فوت ميديكال. لا فوت ميديكال. هذا لو غران ديبا، يعني هذا يعني مباشرة راكي داخل الموضوع. نعم. الغلطة الطبية يعني هي تكون الطب باش نفهموها نعم. لازم نفسروا ما هو العلوم الطبيه. العلوم الطبيه العلوم نعم. الطبيه ليست علوم دقيقه، سي با اون سيونس اكزاكت، هي بيولوجيا وتبدل. المريض كي يشتكي بالم ولازم له فحص، وكي يجي يديروا له فحص كي يكون المريض صعيب الفحص تحكمي ثلاثه واربعه اطباء، كيكون صعيب هذاك المرض ممكن يعطونا تشخيص مختلف في الاربعه. لو كان اسهل كات دياغنوستيك ديفيرون بيان سور. لو كان اسهل نعم. لو كنا دوكا مع العصرنا مع العلم الالي نعملوا لوجيسيال المريض يضرب الالم تاعو يعطي له تشخيص ويعطي له الادويه اللي لازم له مباشره، هذه ما كانش منها. نعم. هذه غير ممكنه نعم. لان الالم مختلف من المرض الى الاخر ومن المريض الى مريض اخر نعم. ولهذا ممكن، لان العلوم الطبيه ما زال في تطور في البحث، ليس لنا علاج تشخيص لكل مرض الامراض وليس لنا علاج لكل الامراض، مازال البحث لقدام. لهذا ممكن يكون يعني غلطه كي يكون التشخيص رغم الوسائل اللي توجد حاليا كالاشعه والتحاليل. نعم. ممكن نعملوا الغلطه لان كان حتى الامراض الجديده نعم. كان امراض جديده نعم. وفي هذا الشيء ما عندوش مسؤوليه الطبيب او المؤسسه. نعطي لك يعني مثال،
يعني لان الغلطات ولا هذه والاخطاء الاخطاء نعم توجد من قديم الزمان وخصوصا عند الجراحين لان في الطب في لاميديسين كورونت يعني الطب في لاشيولوجي الاكثر لان هناك المريض يعني يستنى باش تجيلو علاج ينحلوا المرض السابق يديروا له العلاج يديروا العمليه الجراحيه لكن لما يعطوا له فقط الادويه صعب لنعرف هناك غلط ام لا نعم مثال بسيط هو الانعاش الانستيزي التخدير التخدير يعني هو معروف في كل في العلوم الطبيه ان في التخدير لما يروح واحد يدير العمليه ممكن ما يفطنش كانت واحد مشكلة اذا كانت لا دوز الي الفي لا سان ريان افوار اوكي رابور باش نفهموا دكتور كل الوسائل اللازمه اللي يديروا العمليه لكن ممكن نعطي لك مثال ما عندهاش السنوات هذه الاخيره واحد وزير فرنسي مشهور دار عمليه ومن بعد قريب ما فطنش دار الغيبوبه ولا دار باراليزي نمي باراليزي دو كور حتى ولا الشلل لكن ما كان اي غلط يعني هذه معروفه في التخدير ممكن تؤدي الى حتى الوفاة هل بدون هي تعد لا غلط ولا خطأ على 500 ألف أو مليون عملية جراحية كيفاش نفهموها باش نبسطوا للمواطن والمشاهدي هي هذه لا دوز تاع التخدير أو ما عندها حتى علاقة مع لا دوز يعني هو على مرة هي غلط ومرة هي خطأ ما هي غلط ما هي خطأ هي عادية في الطب عادية خطرة على مليون واحد ممكن ما يكون ممكن ما ينوضش على بال واحد يروح يدير على عملية جراحية يقول بربي ان شاء الله تجوز مليحه ونتكل على ربي بلاش تجوز في امان ويفطن ولا باس نسناو دايم وقتا يفطن كي يديروا عمليه جريحه ما يحوسوش على الالم ما يحوسوش على العلاج والنحل ربما هنا المغزى دكتور يحوسوا ولا يفطن المريض هذا هو السؤال الاول ولا فطن ولا مازال هذا هي السؤال الاول يعني هذا حاجه عاديه في العلوم الطبيه باش نقول لك ماشي دقيقه ماشي اوتوماتيك ماشي سيتون راجل هذا هو ممكن دونك هذه لكن عنده حقوق هذا المريض عنده الحقوق للتعويض ولا عنده بعض التاثيرات وثانيه لافوت ميديكال هذه يعني حتى الغلطه الاولى هذيك القانون الصحي يقول لما يكون غلط صحي بدون تاثير على الانسان ما يتوفاش ولا ما يكونش عنده خلل في جسمه تاثير ما كانش حتى عقوبه لكن في لافوت الغلط تؤدي دائما كاين عقوبه دائما تؤدي دائما الى بعيد الشر الوفاه او الى تكاثر الالام او الى الشلل الشلل هذيك اذا ممكن هذيك هذيك تؤدي الى العقوبه لان هاد لافوت هذه اتت من اهمال نوع من اهمال تما اللي يعملوا التحقيق العداله يحوسوا وين جا الاهمال اي طرف قام بالاهمال حتى تسبب بهذا الوفاه او بهذا الشلل طيب عندما نتحدثوا بالنسبه للاهمال الاهمال تقدر تشخصه لنا بروفيسور بحكم التجربه تاعك لانه في المقابل نقولوا تصاعد مخيف للاخطاء الطبيه في الجزائر او في العالم ونقولوا كاين ان بورسنتاج تاع الضحايا اللي يرفضوا اللجوء الى المحاكم لانه عندما يرفع الدعوه القضائيه ضد الخصم تاعو اللي كان طبيب كان يعالجه وبعد يتحول الى خصم ديجا ميم سيكولوجيكمون هنا المريض il va pas يقول لك انا كي نقولوا اهمال يقول لي انا مهما انا ما درت حتى اهمال كيفاش يبرر له يقول له فا شيرشي ليغور انت في حد ذاتك صديق كيف يثبت الضحيه بانه الطبيب قام باهمال اثناء العمليه الجراحيه المريض ليقوم لانه الامور معقده باش يفهم المشاهد هذا كله من اجل المشاهد المريض سهل يقول لك انا جاي داوي في وقت يخرج صحيح او توفى باسكو هذه هي الغلطه الاولى الكبيره هذه هي الخطر الاكبر هو الوفاه هناك بعض الاحيان الوفاه ثانيه يجي يداوي
ويرجع معوق. هذه ماشي مقبوله. نعم. هو يشتكي بهذه الامور، يقول نعم. جيت نداوي كنت صحيح، ماشي كنت صحيح، يعني كنت عندي الم في ركبتي، دوك ولات مانيش ما نتحرك خلاص، شلل كبير. هذا هو يشتكي بهكذا، ومن بعد التحقيق هو اللي يقول وراه الخلل. المريض المريض ما يحوش يدي الممرض ولا الطبيب الحبس، ماشي هذا المهمة تاعو، هو يحوش التعويض وعنده حق للتعويض. قلتي في بداية في المقدمة قلتي بلي تكاثر الشكاوي والأخطاء الطبية، نعم. عندك الحق، نعم. كاين منها، نعم. لماذا ماشي تكاثر، تكاثر الشكاوي أو ارتفاع الناس، نعم. والارتفاع، نعم. الشكاوي، نعم. الناس دوك العلوم الطبية ويعني الوسائل الهامة اللي تعملوا الدولة ولا الخاص لتكشيف الأمراض ولعلاجها، يعني المواطن عنده الحق يستنى يجيله العلاج الأفضل، لا كاليتي دو سوان، يحوس لا كاليتي دو سوان. واليوم أنا في بلد ديمقراطي كاين حقوق الإنسان، الإنسان العادي ما عندوش مرض عنده الحقوق ويدافع عليهم، يا خاصة المريض، المريض المريض عنده حقوق أكثر من إنسان يعني عادي. نعم. لهذا الشيء نحسوا بلي كاين شكاوي أكثر، وهذه من حق المواطن يطلب تحسن العلاج في أي قطاع، الخاص أو في القطاع العام، وهذا حقوق نتاعو، لأن كاين وسائل، كاين العلوم تطورت، كاين وسائل للعلاج ولا للتشخيص عصرية، ولازم تكون تركيز من الطبيب اللي يوري يثبت أن عمل كل جهده وكل استعمل كل وسائل للتشخيص وللعلاج المريض. يعني حق المريض يطلب أكثر. نعم. طيب بروفيسور عبد المجيد بالصحة، عند نقطة مهمة توقفنا عليها، وين المريض يقول لك دخلت نداوي أو دخلت للمستشفى أو للكلينيك لإجراء عملية جراحية، دخلت نداوي تشليت باراليزيت وموت. عندما نعود للناحية الشرعية، هناك يعني العائلة تاع المريض كاين يقول لك دكتور نرفع قضية ضد المستشفى أو ضد الطبيب، وكاين جهة أخرى تقول لك مات إن الأعمار بيد الله، ربي كتب له باش يموت هكا. هنا ربما نحتاج إلى فتوى دكتور، أليس كذلك؟ نعم. باش نشوفوا إذا كان ممكن هذا المشاهد الكريم يروح يرفع قضية ولا يرضى بالقضاء والقدر، لأنه سيد دخل المستشفى توفى، هذا حكم ربي. نعم. تفضل دكتور. لك الفضل. شكرا أخي الأستاذ على هذا البيان، لأنه نعم. مهم جدا الآن أحكي يسمع جداً. المشاهد الكريم، نعم، من المختص اللي راهي في الميدان، نعم. أكيد سيستوعب المسائل ويأخذ وعيا وفهما، نعم، وفهما. مسألة الوعي مهم جدا، نعم. مهمة، لأنه إذا كان مثلا كما قال الأستاذ، إذا كان خطأ موجود، هذا يثبت بوسائل الإثبات، نعم. المعروفة، نعم، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية القانونية. نعم. بالمناسبة نعطي برك كلك ريفيرونس، يعني ذكرنا المرة اللي فاتت ريفيرونس، كاين قانون نتاع حماية الصحة وترقية الصحة، هذا قانون رقم 90/17، هذا معدل ومتمم لقانون 1985، نعم، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. وكاين أيضا مرسوم آخر مهم جدا، مرسوم تنفيذي رقم 92/276 المتعلق بمدونة أخلاقية الطب. معنى الكوتي جوريديك، معنى الجانب القانوني موجود والجانب الشرعي موجود، موجود، والجانب الأخلاقي موجود، والجانب الأخلاقي موجود، يعني الشريعة فيها الجانب التقنيني التشريعي، فيها الجانب التربوي الأخلاقي، الأخلاقي. المرة اللي فاتت في الحصة اللي فاتت ذكرنا كل هذا الشيء، نعم، ربحا للزمن باش ما نعودوهاش. نعم. الآن رجعوا إلى مستوى وعي المريض. المريض، نعم. إذا كان الطبيب غلط، يعني دار ليرور ميديكال، معناه هنا قلنا المرة اللي فات مسألة مهمة، إذا خالف الطبيب أصول التطبيب، خطر كل حاجة عندها أصول، نعم، كل حاجة عندها أصول، إذا خالفها بالرعونة مثلا، بالإهمال أو هنا يتحمل مسؤوليته. وكما قال الأستاذ، إذا ثبت
أنه هناك خطأ يطالب بالتعويض ويروح المحكمة وفرق لاسي، ولكن هناك شكاوى تطرح ما عندهاش أساس. هكذا أما الأطباء داروا كاع اللي عندهم واش يقدروا وبعدين هو مات. هنا تأتي الفتوى الشرعية تقول تقول مرحبا باللي عطى ربي. علاه؟ لأن الطبيب ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية. نشرح هذه القاعدة. هذه قاعدة ذهبية قانونية لها أصل في شريعة الله. ما معنى الطبيب ملزم ببذل عناية؟ معناه لا ميدسين اللي قراها، القرايه اللي قراها، وكاع لي موين اللي في يدو يخدم اللي عليه. اللي عليه نعم. هو مع الفريق الطبي. ولكن ماهوش ملزم الطبيب بالشفاء، إذا كل الأطباء اللي نشوفوهم كيديروا كاع الدياغنوستيك ويديروا الأردونونس وكذا وكذا، يقول ربي يجيب الشفاء. إن شاء الله. الشفاء في يد ربي. ماشي ملزم بالنتيجة. ماشي ملزم بالنتيجة. ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية. غاية. الغاية معناها هي النتيجة اللي هي الشفاء. لأن الشفاء في يد ربي سبحانه. إذا كان كل هذه الأصول احترمت نرجعوا للقضاء والقدر. نقول مرحبا باللي عطى الله. ربي قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نعم. هاي الفتوى قلناها على المباشر. بارك الله فيك. نعم. دكتور نعاود يعني حاول استثمرين مع البروفيسور. نعم. ماكسيموم. نعم. يعني سوا سوا واش تتكلم هذه القاعده تاع الطب. ايوه. يعني الطبيب يستعمل كل الوسائل. أيوة. بدون ما يجبر عليه النتيجه. نعم. لان الطب العلاج في يد ربي سبحانه. الشفاء في يد ربي. نعم. الشفاء في يد ربي. ما كاش يعني العلاج التام 100% هو التحسن في الحالة الصحية ونقص في الألم. هذا هو العلاج. هذا هو العلاج. نعم. لأن اللي ما يتدهور جسم الإنسان ما يقدرش يولي كما كان بكري. صح. كما كان في الصحة يعني يكون ناقص. وهذا التعويض ولا شفنا بلي هناك نوع من يعني من نوع من الإهمال أو نوع من غير استعمال الوسائل اللازمة للتشخيص والعلاج، وهناك يعني لي كونسيكونس يعني أثار نتائج غير النتائج السلبية. عنده الحق المواطن المريض لطلب التعويض. ويعني يقدر يلجأ إلى مجلس أخلاقية الطب. مجلس أخلاقية الطب وش يقول؟ هو يقول يحاول تصالح. انا نتكلم على التصالح. يحاول تصالح. وممكن كذلك يكون تصالح مع العياده او المستشفى. المستشفى مع المؤسسه الاستشفائيه ولا العياده الخاصه عندها تامين من شركه التامين. ولا تفهموا يعوضوه ولا ما تفهموش يلجؤون الى العداله وين يعينوا الخبير باش يقول ما هو الثمن التعويض. نعم. سأعود إليك. قبل ذلك أذكر المشاهد الكريم بالأرقام الهاتفية، ممكن أن تتواصلوا معنا لعرض قضايا تتعلق بالأخطاء الطبية، طالما أن البروفيسور والطبيب الشرعي السيد عبد المجيد بالساحة موجود معنا. 021-39-42-42 021-39-43-43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00-200-13 ونحن نستقبل مكالماتكم الهاتفية. طيب بروفيسور، بدينا يعني السكولات تاع ليميسيون الغلطة الطبية الخطأ الفرق، ثم وصلنا حتى إهمال الطبيب هل هو جريمة؟ الإهمال غير مقبول في أي ميدان كان. نعم. في الصحة ولا أي نشاط. نعم. اقتصادي ولا عمومي ولا أخلاقي. الإهمال. نعم. غير مسموح وغير مقبول وجريمة. نعم. حقيقة. نعم. طبيب عنده لا بيرمانونس كيفاش يقولها المداومة وما يجيش المداومة، هذه غير مقبولة. غير مقبولة. هذه إهمال. ويجي الصبي ولا امرأة ولا إنسان مريض جدا. نعم. يستنى بلا ما على بالهم ولا يجي ولا ما يجيش حتى يتوفى. هذه غير مقبولة. هذه أول مداومة غير مقبولة. طبيب المريض يجي وطبيب بدون فحصه يعطي له أدوية، هذه غير مقبولة. غير مقبولة. لأن القانون الصحة للأستاذ ذكروا وقانون الأخلاقيات
يعني يقولنا ما هما المسؤوليات الطبيب، ما هي المسؤوليات الطبيب؟ لان في الاخطاء كان مسؤول وهو مسؤوليه طبيه، ما هي المسؤوليه؟ اولا استوقفك عند هذه المسؤوليه الطبيه، ساعود اليك بروفيسور. ناخذ اول اتصال. يقول سعيد من ولايه زيفزو السيده زكيه، السلام عليكم اختي الكريمه، ونحن نتحدث عن الخطا الطبي. تفضلي سيدتي الكريمه، السلام عليكم. زكيه، هل زكية تسمعني؟ زكية السلام عليكم. زكية السلام عليكم. إذا كانت زكية ما راهيش في الاستماع، نأخذ إبراهيم من خنشلة. إبراهيم من خنشلة يتصل بنا، السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ الدكتور نعم، واش الحكم الذي الولد الاب يموت؟ نعم، يا الولد يموت يخلي الاب يخلي التركه، يا هل شكون يورث الولد؟ موضوع حول التركه. سيد ابراهيم، احنا نناقشوا اليوم موضوع الخطا الطبي. الخطأ الطبي لو سمحتم تقيدوا بالموضوع، معليش ناخذ المكالمة تاعك، ولكن المكالمة الأخرى تكون حول الأخطاء الطبية، الضحايا هم المرضى. الدكتور معكم باش يعني تتواصلوا معه وتفهموا القضايا التي هي بين أيديكم. تفضل إبراهيم ما نقاطعوكش، تفضل ناخذ هذا السؤال، تفضل. يحتاج الشيخ ماشي توفى الاب تاعك؟ نعم. اللي مات واش خلى مباشره الهدف؟ الولد كيموت الولد ويخلي الاب في حياته، وقت الولد والسيده لك خلى الولاد، يا شكون الولاد ولا الاب اللي يورثوا؟ خلى اولاد ذكور واناث. وخلى بنات في الحياه. ويما خلاها؟ ما خلاهاش. خلاص واضح، هذا هو السؤال. شكرا ابراهيم، شكرا ابراهيم. ناخذ اتصال اخر. طارق من ولايه سطيف، السلام عليكم طارق. وعليكم السلام، مرحبا بك طارق في حلقه اليوم حول الخطا الطبي. نعم طارق نحن نستمع. خطا طبي سمعنا، عندي بنتي توجع كل في كل ليله توجع، انا نديها ليزيرجونس ماركي لي دوا ماركي لي دوا، انا على بال بك عندها لابانديسيت. بنتك عندها لابانديسيت؟ ايه بصح ما تقولهاش كل ليله نديها للسبيطار. وانت كيفاش عرفت بلي عندها لابانديسيت؟ كيفاش عرفت؟ شكون شخص؟ عندي انا خدمت شويه في الشبه الطبي، انا على بالي. نعم. المهم حتان، المهم واحد 10 ايام ومن بعد دارت بيريتونيت. نعم. بيريتونيت ومن بعد دارت لوبيراسيون الاولى ما نجحتش، الدوزيام ما نجحتش، التروازيام الله يرحمها ويوسع عليها. دارت ثلاث عمليات جراحيه الاولى والثانيه. خاطر دارتها الطبيب على بالو بيريتونيت. فهمت دكتور. نعم. خلاص نورمالمون كل ليله نديها نلقى في ليزيرجونس يقول لي ماركيو لي دور راح تروح. نعم. عندها هذيك راه وعندها هذيك وعندها هذيك. نعم. واسمو حتى واحد 10 ايام هكذاك خطره كانوا لي فارماسي اون كراب في الصيف، رحت حتى للبرج جبت الدواء، رحت شريت الدواء. نعم جبت الدواء. نعم انا نقولها فانتسيتي، هي قالت لي لا توريني انت. نعم. المهم حتى درت بيروتينيت ودرت العمليات حتى طلع لها الدم ومات الله يرحمها ويوسع عليها. شحال في عمرها سي طارق بنتك؟ ست سنوات. شكرا طارق، سنرى في هذه القضيه، بارك الله فيك، نشكرك على اتصالك. دكتور. نعم. طارق. يعني نعم. إذا دكتور معدير دكتور بوزري أيضا طارق قلمة. طارق قلمة. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك طارق، كيف حالك؟ واش حالكم بخير؟ والله الحمد لله طارق، الحمد لله. والله نعم ربي ربي وفقني. ان شاء الله. امين يا رب العالمين طارق. لا انا عندي مداخله برك. مداخله تفضل طارق. نعم. انا كيف عندي سبور
لي واحد إنسان عنده ولد عمره 6 سنين. نعم. واحد عنده ولد عمره 6 سنوات. 3 سنوات عنده ولده في عمره 3 سنوات. نعم. عمي الخطأ الطبي هذا هو اللي خلاه ما يمشيش. خطأ طبي خلى هذا الولد ما يمشيش كامل. أنا عمي قاعد يدير في الصف، قاعد يدير في العيدية، قاعد يدير في الصفو، يعني تشوف إذا عجب يعني ربي يهدينا بوي. آمين يا رب العالمين. يعني الإنسان هو يكون متعمد لكل فلوه النفس إلا وسعها، أنت معايا؟ نعم نعم. الواحد يدير عليه البقرة ربي سبحانه. سبحانه عز وجل. شكرا. امين طارق. شكرا. ربي يوفقك يا ربي. ان شاء الله. بارك الله طارق، جزاك الله ان شاء الله. شكرا طارق. شكرا. امين. شكرا شكرا. طارق مصطفى بروفيسور اتصل وقال باللي البنت تاعو كان يديها دائما لي زورجونس، وهي عندها لابانديسيت، هو على باله باللي عندها هذا المرض. شك في شك. طيب مليح هذا الشك، مليح هذا الشك، يفهموا الانسان الشك ثم تحول الى حقيقه. عندي تجربه. نعم. شك باللي لابانديسيت. نعم. قال لك العمليه الاولى ما نجحتش، العمليه الثانيه، العمليه الثالثه ادت الى وفاه هذه البنت. تفضل. يعني على حسب واش احنا نتكلموا، على حسب واش قال اللي قالها. نعم نعم تفضل. يعني البيت كندو نحوسوا شكون المسؤول على هذه الوفاه. نعم. هذه هو السؤال. نعم. قلنا المسؤوليه الطبيه عندها 3 درجات. الاولى ان واجب على الطبيب يعمل يستعمل كل الوسائل العلميه الشخصيه والاشعه والتحاليل. نعم. ليعمل تشخيص جيد. يعمل تشخيص. ثانيا لازم لازم يستعمل كل الوسائل الحديثه. نعم. اللي عنده في العياده او في المستشفى. نعم. لازم يستعمل الوسائل. ما قلناش دير، لازم يعمل الوسائل. ثانيا المسؤوليه يعني يخدم في لي نورم، يخدم في لي نورم. نعم. وبلي بالسيف عليه يدير يستعمل الوسائل. نعم. باش يخدم بجديه. بجديه. نعم. ماشي بصفه سطحيه. نعم. ثانيا لما يدير التكشيف لازم يعطي له العلاج اللازم. واش يدير له العلاج ويقول له المسؤول الطبيب مسؤول على الادويه والعلاج نتاعو. نعم. يعطي له العلاج ويقول له عاود ولي ليا في ظرف 24 ساعه او اسبوع ولا غير ما تحس روحك مليح لازم تعاود ترجع ليا. الطبيب مسؤوليه تاعو لمراقبه العلاج. وقبل كل شيء قبل العلاج كاين في قانون الصحه الاستاذ دكتور ذكروا القانون الصحة يذكر على أن الطبيب لازم يكون له رضا تاع المريض إجباري على هذه سفينو بليغاسيون. نعم. هذه كي تكون إجباري لو كان ما يستعملش تولي عقوبة. هذا هو الفرق بين الواجبات الأخلاقيات والواجبات القانونية. القانونية. تكلمنا قبيلة على القانون الصحة والقانون الأخلاقيات. القانون الأخلاقيات هي يعني شغل لي دوفوار، شغل يعني الاخلاق تاعو يطلب منه يكون بالواجب تاعو. نعم. لكن قانون الصحه هو قانون، اللي ما يطبقوش يتعاقب عليه. كان قانون العقوبات. العقوبات. المرجعيه تاع قانون الصحه هو قانون العقوبات. ولازم على الطبيب في قانون الصحه يجبر على الطبيب يكون عنده رضا تاع المريض، مش معناته ما يدير اي حاجه بدون رضا المريض. نعم. ولازم على الطبيب يفسر المريض بصفة بسيطة باش يفهمها. ويعطي له كل الفوائد. نعم. والنقائص تاع العلاج. هكذا المرض يفهمه. نعم. بالسيف عليه يفهمه باللفظ البسيط. هو هذا قانون. نعم. تقولي لي كان الطبيب ما يديروش، هذا غلط. غلط الطبيب اللي ما يديرهاش. نعم. وهذاك السيد اللي تكلم معنا بنته الله يرحمها قال لك انا الشيب الطبي نعرف شويه نشك فيها ويعطوا الادويه يقولوا روح. هذه يعني هو نقص في وسائل التشخيص. هذه غلط. غلط النقص. لازم يستعمل وسائل للتشخيص الجيد. لان ما داش التشخيص الجيد تدهورت الحاله. نعم. سي اغرافي
ولات كومبليكاسيون ولات كومبليكاسيون ولات اصعب للعلاج اصعب نعم والادله هي مسكينه الحق وصلت للوفاه هو قلت التشخيص هذه غلط غلط ودخل في النوع من الاهمال لان لما يجي المريض الواجب في القانون الاخلاقيات واجب على الطبيب استقبال جيد للمريض هذه حاجه تاع اخلاقيه تاع انسانيه لازم يتكلم معه باللغه بسيطه لكي المريض او اولياء تاع المريض البنت الصغيره يفهموا ولازم لغة حتى في الصدق ايضا حتى نعم حتى في الكلام يعني يعاونهم باش لي داك اون بريز اون شارج مورال يعني بيان سور سي امبورطون مورال بسيكولوجي ولكن هذه احنا انا طبيب الشرعي ونقريو الاخلاقيات والطب الشرعي هذا نقريوه في السنه الاولى في السنه السادسه والسابعه ثلاث خطرات قبل ما يتكون طبيب وهذه دوك يرحم والديك دوك تقولي لي ماذا يحدث الان دوك نقول لك ماذا يحدث هو قلت هو النقص من اخلاقيات المهنه انا سبب. شفنا رغم الذكري اللي ذكره الاستاذ على الاخلاقيات هو نقص في التطبيق هذه القانونيات تاع قانون الاخلاقيات وهذه دوك تقول لي وعلاش الناس كاين هذا الاهمال دوك انا نجاوبك واش معناتها الطبيب؟ الطبيب هو انسان كانت كان كاستاذ الكريم كيفاش باش ولا طبيب تقولي لي؟ هي ماشي على اساس اخلاقيات ولا التربيه ولا على اساس نقطه تقنيه جاب الباك 16 او دار طبيب ما يحوسوش يفهموا مع يعني انه الطب رساله نبيله هي النقطه كي نعرفوها نقطه الباك هي اللي تاشر له يدير حب يدير طبيب ولا بوغاطو ولا يدير طيب هذه النقطه هذه الباك التربية. هل هي خطا باش نشوفوا لو ديبي البناء كيفاش احنا في الصلح البنيه راكي دخلي في الغموقات قلت لك هذه دوك نتكلموا على اخلاقيات في 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 الدار التربيه لا هذا اولا في المنزل المشكل للاسف الشديد يتربى في المنزل اللي ما ترباش في الدار انا خرجت درت تلاميذ واسمه الطلبه نعم قلت ماشي دوك جيتوا لعندي باش نربيكم ولا باش نعطيكم اخلاق ولا تربيتوا في دياركم راكم جيتوا راكم عندك تكون عندكم مسؤوليه باش تاخذوا بعين الاعتبار حياه تاع الانسان ولا راكم مربين انا اليوم نعطي لكم واش يقول القانون اخلاقيات وقانون الصحه نخبرهم نعلمهم واش يقول القانون ولا باش نربيهم انا ما نربيهمش ماشي الدور تاعنا خلاص كبار احنا ولاو اطباء لازم يتربى في داره ولا ربى والديه ويلحقنا طبيب مربي وانا ما ترباش راكي تشوفي واش راه كاين وعنده الحق المواطن الكريم الحمد لله يعني الاغلبيه رانا لاباس الحمد لله يعني كي تشوفي اقليه وين كاين اخطاء ولا اخرى يعني على حسب ملايين عمليات وفحوصات طبيه كل يوم ملايين في الجزائر والحمد لله قليل من الاخطاء والاهمال لكن واحد فقط يغلط ولا يهمل انسان يتوفى طيب انا نتعاملوا مع حياه الانسان ماشي حاجه بسيطه لازم واحد يتوفى اني ما نجحناش انا في عياده يتوفى واحد انا والطبيب ما نجحش هذه هي نعم طيب في نفس الفكره في الحلقه الماضيه اتصلت بنا واحد السيده وشاعت انه بعد العمليه الجراحيه حاليا الاطباء حسب الضحايا يقولوا ينسوا بزاف لي كومبريس سواء كان ذلك في قسم مثلا الولاده او ماشي في اقسام اخرى ينسوا ماشي بزاف نعم ماشي بزاف ماشي نعم. بزاف اي انا نحب لي ديتاي بوزيت افيك بوزيت ما يغلقوا كاع المستشفيات ما يغلقوش ان شاء الله ينسوا ماشي بزاف نحن نصوب السلوك كان تصويب السلوك ونصلح في البرنامج نحبوا نصلحوا يعني هذه الامور خاطر مش الضحايا راهم اونيفيرفيسونس يا دكتور كاين منها كاين منها حقيقة المواطن يعطي لنا الصورة ما راناش في دار الشرع رانا في برنامج الصلح وخير دكتور أنا قبل مرحبا بك مرحبا بك نعم حتى في التجمع ترانا قبل التجمع الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله كي حذرك بارك الله فيك الله يسلمك نعم هذه حقيقة هذاك المواطن الكريم المريض اللي ماشي متقنع نعطيه الصورة تاعنا
الصوره تاع العمل تاعنا. نعم صح. كاين مرضى، كاين مواطنين متقنعين وفرحانين الحمد لله. الحمد لله. لكن حنا نسمعوا هذاك اللي ماشي متقنع، هذاك اللي ماشي فرحان باش نحسنوا الامور. بارك الله فيك. وعنده الحق هاد السيده كاينه منها. نعم وهذه الداخله في الخطا، ماشي يعني ما يديش الى كارثه. نعم. وداخل ثاني شويه في الاهمال. وفي القانون، في القانون الدولي وحنا منظمه الصحه العالميه اعطت توصيات والجزائر منخرطه في المنظمه الدوليه للصحه قبل التخدير. احنا عندنا هم يديروا هذا درك. نعم. يعني تحسنوا الامور. نعم. في بلادنا. طبيب الانعاش سقسي اي مريض ما يدخلش العمليه، ما يدخلوش المستشفى غير ما داروا له طبيب الانعاش يدير له فحص بغي انستيزي يشوف ولا يتحمل. نعم. التخدير ولا ما يتحملش. هذه اولا، هذه مسؤوليه طبيب المخدر. المخدر. وعنده ينفش يعمرها قبل ما يرقد المريض تاعو، يشوف له كل وسائل واجدين يقول نعم نقدر نرقده. نعم. ومن بعد كي المريض كي يقوم بالعمليه الجراح ما يقومش بالعمليه حتى يشوف بلي كل وسائل حاضرين. وما يخرجش المريض من قاعه العمليه حتى يعمر ورقه واحده اخرى بلي كل وسائل جاهزه ومسموح يروح لقاعه باش يفطن. باش يفطن. لا سال دو غيفي. لكن تقولي لي هذه سي تيوريك. يعني ماهمش يطبقوها. نعم. نعم هم يطبقوها بالكلام. ولكن لما ترجع كما قلنا للشرع هذا هو الدليل. واش يطلب الخبير واش يطلب قاضي التحقيق؟ يطلب هذه الاوراق تاع اسكو قام بالواجب تاعو في كل مرحله. لازم ادله. ادله. وحتى عند المريض كي يروح يشوف طبيب في العياده، طبيب اجباري عليه يسجل اي ساعه جا واش عمل له كم فحوصات، واش عمل له ادويه. نعم. هذه هي الادله قبل كلمتي على الادله. نبحثوا عليها في البرنامج. هنا نحوسوا الادله، هنا نحوسوا الادله. لازم طبيب ما يخدمش يدخل 100 واحد في النهار يعالجهم، هذه غير ممكن ما كاش منها. نعم. لازم ياخذ وقت يعرف الانسان اسمه وين يسكن شحال في عمره ولا عنده سوابق المرض. ولازم يكتبوا ويسجلوا في كاين ريجيستر. لازم يكتبوا. واللي ما يديرش الامور هذا هو الاهمال. هذه داخله في الاهمال، داخله في العقوبات. لازم نوليو للمقاييس يعني المعامله بها دوليا وقانونيا. ولازم الطبيب يطبقها. احنا اليوم هذه المشاكل تصرى عند الاطباء اللي ما يطبقوش المقاييس. وحتى عند الاطباء وين يخص شويه الاخلاقيات. على الاسف انا شفنا في نهضروا الحقيقه، عطيتينا الكلمه باش نهضروا بكل صراحه. تفضل. نعم. بلي في بلادنا كثير من واسمو الميادين، كثير من الميادين من بدراهمك ما نقص من اخلاقيات ومن تعامل مع المواطن. مشكل في الاخلاق. لهذا الشيء المواطن عنده الرد. بعض الاحيان عنيف، عنده الرد العنيف بعض الاحيان. في بعض الاحيان للاسف وصلتنا بعض المعلومات تقول بانه بعض الضحايا يولوا متعنفين مع لو شيغورجيان. للاسف يتهجموا عليه في حتى بعض الاطباء. نعم. للاسف. نعم. اطباء ممرضين مجبرين الى العنف في مصلحه تاع العمل تاعهم. وهذا من المفروض ما يديرش الفرق. من المواطن ما يديرش الفرق. وي. يجي عنده افكار مسبقه مسبقه ومقلق ما يحبش. هذه قاعده تدخلها في تربيه المجتمع والمواطن. سنعود الى قضيه الاسف. يتعدى على الطبيب. هذه ظاهره هذه ظاهره يعني سلبيه. يتعدى على الاطباء. يتعدى على المؤسسه الاستشفائيه اللي راه يطرد له او يكسر
المؤسسه الشفائيه وغدوه وين راح يداوي حتى في القرى. هذه يعني سنعود الى التعدي على الاطباء حقيقة والمؤسسات بروفيسور. هذه في المؤسسات العنف حقيقه ضد الممرضين موجود وضد الاطباء. سنعود هذا غير مقبول. غير مقبول. نعم. هذا كذلك لازم العنف نمد به ما نقبلوش في كل الميادين. العنف غير مقبول اكيد. نعم. بروفيسور عبد المجيد بالصحه معذره استسمحك. نعم. اخذ اتصال من وهران يقول سعيد لويزا. لويزا من وهران السلام عليكم. لويزا السلام عليكم. لويزا قبل ما تبداي تتكلمي معنا نقصي نهائيا للتلفزيون باش ما يكونش الصدى. نقصي له. نعم. تفضلي لويزا. نعم. الله يخليك غير مدخلة صغيرة بغيت نعرف زعما الطبيب كي تروحي عندك تعالجي يهضر معاك بلا ما يوزن لك حتى لا طونسيون ومن بعد يكتب لك لوردونون. نعم. زعما ماذا بيكم زعما يبروهم زعما شوية لهذه الحالة تخرجي من تما تخرجي مريضة ما كان لا استقبال لا والو زعما. هذه مداخلة صغيرة من فضلكم زعما. بارك الله فيك لويزا. نعم سنرى في هذه المداخلة. قبل ذلك لا. نعم لا ممكن نقول لها حاجة زعما اللي الشيخ سعيد بويزي زعما لا ممكن زعما الرقم التليفون تاعه لا لو ممكن. لا ممكن ما كاش ممكن تترك الرقم وتاخذ الرقم أحسن على المباشر زعما. احسن لويزا انك تخلي رقم التليفون تاعك باش نتواصلوا معاك. خليه في العارضه التقنيه راهو ما شاء الله هما اللي ياخذوا رقم التليفون تاعك لويزا ومن بعد نشوفوا الضغط. ان شاء الله يكون الضغط تاعك مليح لا طونسيون تاعك ما ترتفعش ان شاء الله. بشفى عليك لويزا. هل هناك اتصال سعيد؟ من تلمسان السيد ميراوي السلام عليكم. سيد ميراوي من تلمسان السلام عليكم. راك معنا سيد ميراوي من تلمسان. اذا نحاول ان تتصل سيد ميراوي. اذا نشوفوا بالنسبه لطارق قلمه دكتور. وطارق هذا على فكرة سيتان هانديكابي إلا لابيتي دو نوز أبلي. ولويزا من وهران. طارق قال ما قال لك مداخلة برك ولد في عمره 3 سنوات خطأ طبي كما كنا نقولوا من قبل رجعوا مشلول باراليزي ربما تلقاه في قاعة الرياضة يدير لا ريدوكاسيون. تفضل بروفيسور. ما نقدرش نحكموا على هذا الحكم لأن لازم نوضحوا باللي الملف الطبي. نعم. وما وضحناش اي علاج راح يدير. نعم. السيد الاول قال لك انا شبي طبي شكيت في لابنديسيت. نعم. وربي عطالو الحق. نعم. لكن هذه ما قلناش لاش راح يعالج باش نقولوا الشلل ناتج على العلاج. نعم. لا ادري ما نقدرش نحكموا عليه. نعم هكذا دكتور. نعم. لابد من النظر في الملف. نعم. لانه الاحكام هكذا لا ربي سبحانه قال فتبينوا. ربما تكون احكام بالعواطف ولكن هي مسبقه. فبالتالي لانه الشرع الحكيم يلزمنا جميعا. نعم. بقواعد قبل ان تكون قواعد في القوانين ولا في المدونات الاخلاقيه هي قواعد شرعيه تاع ربي ونبي. ربي قال فتبينوا وبعدين قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سي كا باركا حالة بحالة. كاين وين حالات اللي غلط هو المريض شخصيا يدير اتهام هكذا يرمي اتهام سون زارغيمون سون بروف ما كاين حتى دليل ولا شيء. وهناك وين يكون خطأ طبي فعلا مسؤول وحتى تكون متابعة جزائية ومسؤولية جزائية طبقا لقانون العقوبات المادة 288 يعني. نعم. الكوتي يعني الجانب الشرعي والقانوني موجود. موجود. الآن في التطبيق تعاملنا مع القوانين الشريعة مع والقوانين يحتاج إلى بعض الشروط ربما نشير إليها في بعد عين إن شاء الله. هي واش يخص في هذاك السؤال ما قلناش علاش راح يعالج هذا ممكن. لو كان قلنا ممكن نقدروا نشرح ما قلناش ما نقدروا. إذا الشرع موجود. نعم. القانون موجود والضحايا. نعم. أيضا راهم موجودين ويتصلوا بنا. يقول سعيد زهرة من أدراس ثم كريمة من قسنطينة. زهرة من أدراس السلام عليكم. مشكلة التلفزيون. زهرة نقصي التلفزيون نهائي باش نسمعوك مليح. نقصي له نهائي. السلام عليكم. السلام عليكم زهرة. عندك مشكل أو انشغال أو قضية زهرة فيما يتعلق الخطأ الطبي تفضلي.
انقطعت المكالمة. الله. كريمة من قسنطينة، السلام عليكم أختي الكريمة. ألو. السلام عليكم كريمة. ألو. نعم. ألو. أنا أسمع فيك كريمة، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت بارك الله فيك، تفضلي. أنا حبيت نشارك في الحصة. نعم. حبيت نقول للأساتذة سمحي لي اني مرتبكه اول مره. انا صرات لي. صرا لك؟ نعم. صرات لي هيك، رحت نزيد طبيبه تقول لي طبيبه تقول لي نعم الطبيبه تقول لي باللي يكون فوتي مثلا 21 في الشهر 20 لخر فوتي 21 عمليه قيصريه. كريمه واش تقول لك طبيبه؟ واش تقول لك طبيبه؟ طبيبه بريفي كيما نقولوها احنا. بريفي. نعم. واش تقول لك؟ قالت لي 21 في الشهر تزيدي. 21 في الشهر تزيدي. تزيدي. نعم. نعم. كنت فوتي، كنت فوتي 21 عملية قيصرية. لو كانت فوتي 21 عملية قيصرية. نعم. زيد. ما حبتش الطبيبات تدير العملية قيصرية. أي ما حبتش تدير لي الطبيبة عملية قيصرية، قالت لي لازم تزيدي نورمال حتى ما تشلي الطفلة في كتفي. باش نبدو لي الطفلة. نعم. كيفاش اكتشفتي باللي الطفلة ما تتفكرش؟ درتي الأطباء. نعم. ومن بعد واش صرا لك كريمة؟ أنا الطفلة تحرك في كرسي نورمال حتى لآخر لحظة داروا لي راديو فوق كرسي وكل. ألو. نعم انا نسمع فيك. نعم. انا قلت لك كل دقيقه يجي ونقول للطبيب ارواح يقول لي ما تنسي مدام ما تنسي مدام. دوماج كنقول لها واش دارت؟ يعني ومن بعد الحادثه واش عملت؟ نعم. اسكو رفعت الشكوى ولا؟ اذا كانت تقدري تحاولي تتصلي بنا كريمه من قسنطينه، ربما بقاو 15 دقيقه سعيد. 12 دقيقة نشوفوا في ال أخت تكلمت متلمسان. نعم. يعني هضرت على قالت دخلنا عند الطبيب ما يديرلاش حتى ما يعرفش حتى الضغط الدموي. نعم. حتى من وهران لويزا. وصفة. نعم. يعني تكلمنا عليها هذه قلة تشخيص. أنا يعني قلنا بلي الطبيب لازم ياخذ وقت. صافي نعاودوا المشكل تاع التشخيص. نعم فيه مشكل. أنا قلت لك نعم. أولا هو مشكل تشخيص بالنسبة لويزا من وهران. نعم. وهران ولا تلمسان؟ من وهران. تلمسان نقطع المكالمة. يكتب لي وصفة بلا ما بدون تشخيص. هذه غلط. سيرتو المرضي اللي تاع القبلة التونسيون ولو ديابيت. في الطب لازم الطبيب ياخذ وقته. نعم. ما يتسرعش يكتب وصفة وحتى تمويل الأدوية يوليو ناس غير يشربوا أدوية غير يشربوا أدوية نصائح. الإرشادة الطبية بعض الأحيان أفضل من أدوية. من أدوية. ماشي يكتب برك دواء يكتب برك دواء. يتكلم مع الشخص وياخذ له كما قالت لك عندها الحق. هذا من داخل في الإهمال. في الإهمال. وهذا نعود ماشي إلى مقبول. هذه باش يشوف بزاف المرضى باش يشوف كثير يغاول 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 كي يشوف كثير ويغاول يغلط يجوز ينسى بالك وحده فيهم عندها الضغط الدموي كبير تولي الدار دير باراليزي دير اكسيدون فاسكولار. فاسكولار. كي جات لعندو السيك عندها الم. نعم. لازم يفهم منين جا الالم. لازمش يدير العلاج بدون تشخيص حقيقي واصلي. واصلي. يعرف منين جا الالم قبل ما يعطي الادويه. هذا هو يعني تكلمنا عليه من بدايه. نعم. هذه من واجبات الطبيب. نعم. بالنسبة للكريمة من قسنطينة ثم نعود إلى فكرة العنف في المستشفيات اللي تقول باللي عندما كانت تحضر نفسها للولادة قالت لها ما لازمش تولدي باغ سيزاريان قعدت لازم فوا ديباسي لو 21 لازم تولدي باغ سيزاريان حتى اكتشفت بأن الجنين تاعها مات في البطن تاعها. في بعض الأحيان في هذه المسائلات لازم نعرفوا شكون اكتشف بلي الجنين مات في كرش. فوالا انقطعت المكالمة. هذه ثاني تصرى لكن ما عندناش المعلومات الكثيرة. لكن على واش قالت لنا الكلام الصغير اللي قالت لنا اي النتيجه وفاه الجنين في كرشه هذه ثاني غير مقبوله. ولو كان سالناها باش تقولنا ما هو من الاجراءات مور هذا الحادث لازم نعرفوا الاجراءات.
هناك حوادث ما نقولوش النتائج قبل مع الاستاذ تكلمنا بلي الطب ماشي النتيجه صح. ممكن حوادث لكن المريض عنده حقوق كي تكون حادثه المريض عنده حقوق ولو كان عرفنا واش خدوا من اجراءات بعض هذه الحادثه. نعم اذا قبل نهايه البرنامج بروفيسور كنت قلت لي قبل قليل انه 30 سنه هو عمر التجربه في الطب الشرعي وربما انت من الاوائل الذين بداوا الطب الشرعي في الجزائر. كيفاش كان الطب في زمن السبعينات والثمانينات؟ ماشي نفس المحيط. ماشي نفس المحيط. قبل اذا كان مقارنه هكا قصيره باش نشوفوا ماشي نفس المحيط. نعم. لان نعم. واحد الوقت كان نظام وحيد تاع الطب. نعم. هو الطب العمومي. العمومي نعم. وهذا والهدف تاعه هو قلت الوفيات النساء ووفيات الطفل قبل 5 سنوات. اليوم الحمد لله المرض زيد زوج المرض زيد واحد ويعيش له الحمد لله. بكري المساكين يزيدوا بالعشرين باش يبقى لهم زوج ثلاثه. بصح في هذه الازمنه هذا هو التحسن. هذا هو التحسن. ما كانش كاين في هذه الازمنه ما كانش كاين العنف اللي كان حاليا. هذيك المراحل وعلاش صرا هذا الاضطراب؟ كل الميادين. نعم. كل نشاط. ليس كذلك دكتور؟ كل نشاط تبدل. كل نشاط تبدل. نعم. وهذاك الوقت كان النظام الوحيد هو النظام العمومي. واليوم متعدد أنظمة. كان العمومي كان الخاص. ماشي نفس الوجه نفس النتائج ونفس الاضطرابات. الزمان يتبدل والأخلاقيات تتبدل. حتى العنف ما كناش نعرفوا العنف بهذه الصفة. واليوم رغم كل ندوات على الاخلاقيات والملتقيات ايضا نعم الاخلاقيات نعم والحمد لله ارشادات دينيه رغم كل هذا الشيء هو التكاثر العنف في كل ميادين. نعم. في الجامعه في المدرسه في المدارس شفنا دوك الطفل يضرب الاستاذ نتاعو ولا المريض يضرب الطبيب يضرب المريض في عودي ما كانش هذه الاشياء ما كانتش هذه قلت قلناها قبيله قلت أخلاقيات في كل ميادين. طيب قبل نهاية البرنامج ربما نعود بعد قليل إلى الدكتور باختصار الرسائل اللي مدها البروفيسور عبد المجيد. أنا نقول صح هو ونحن نتحدث عن الخطأ الطبي باش ما نلحقوا كلا غينات رسائل باش يفهمها المشاهد. نعم. الطبيب اللي لازم يلتزم بالواجبات القانونية والأخلاقية. نعم. أولا. ثانيا الأسرة الجزائرية لازم نعود إعادة التربية حتى في المنزل. من نربيه المريض نربيه طبيب كلهم لأن طبيب واش كان الصبي. نعم. لازم يتربى من الصغر باش كيولي طبيب يكون مربي. والمواطن نفس الشيء كان الصبي يتربى في داره باش كيولي مواطن مصلح صالح. بارك الله فيك دكتور. بارك الله فيك يعطيك الصحة. نعم. الدياغنوستيك واضح وعدالة بينك وبين التتمة أيضا. جدا الحمد لله. حتى هو يعرف بعض النصوص تاع الطبية. الله يبارك. بارك الله فيك. مختص بالقوانين الصحة والأخلاقيات يعني يتكلم بالأدلة. بارك الله فيك. وفيك البركة أنت بارك الله فيك. الله يسلمك. رسائل مهمة يعني قدمها طبيب جراح. ربما نعود في يوم من الايام الى العنف في المستشفيات مهم جدا. لا هذه ظاهره لكن ممكن ننتقي قضايا خاصه في المستشفيات. نعم. نعم. نعم دكتور فضل. على ذكر العنف قبل ما نجيب يعني لكي لا نهمل الاخ ابراهيم ايضا تخصص ابراهيم. نعم نعم الميراث. اعتقد في اجابه الجميع يعني نعم باقي الاخ ابراهيم اليس كذلك؟ على جاوبنا الجميع دكتور ابراهيم. نعم. سال على الميراث على الاب. نعم. ساجيبه بعد الوفاه. نعم. ساجيبه لكن الميراث يعود دائما لو بورسونتاج تاعو لي تري زيلفي في لي تريبيونو. تفضل دكتور. طيب نجاوب على ابراهيم بعدين نعطي فكره على الموضوع الخطا الطبي. نعم تفضل دكتور. عندك الحق وعلاش يؤدي للعنف. وحنا انا طبيب شرعي. نعم. درنا بعض التشريحات. السبب الاولى هو الميراث ما يتفاهموش. نعم. وتولي العنف ما يتفاهموش وبعدين يصير العنف وبعدين يوصلوا لكم. نعم. شوف التكامل هذه هي الان وهذه رساله مهمه باش نقولوا جميع المؤسسات وجميع التخصصات لابد ان تتعاون تتعاون اليد في اليد. هذا يحتاج لهذا باش نصنعوا حضاره
الحضارة صناعة جماعية. نعم. ما يقدرش واحد يصنع وحده اون سيفيليزاسيون يبنيها وحده. نعم. لازم جميع المؤسسات وجميع التخصصات وجميع العلوم وجميع المعارف تتعاون من أجل بناء حضارة تزرع السعادة لا الشقاء. نعم. الحضارة تزرع السعادة والاستقرار. نعم. ويجيب الأخو بعدين نخلي بعض الرسائل اللي كان ممكن نأخذ نجات. نعم. الأخ إبراهيم من خنشلة. إن شاء الله الوقت يكون مباركة. إن شاء الله ربي يبارك فينا بقية من لحظات. يا سي إبراهيم أخويا من خنشلة. إن شاء الله ما يكون لا عنف ولا شيء، نعطوك الفريضة وتفر المسألة. هذه الفريضة كيما لوردونونس. هذا اللي مات وتركه. دكتور سبع دقائق قال لك رجعنا للترانزيسيا. اوه بركة ما شاء الله نشكرهم جزاهم الله خير. تفضل دكتور. الله يبارك. نعم. شكرا سعيد. الأخ إبراهيم هذا اللي مات. نعم. أنت قلت لي باللي خلى باباه وخلى أولاده. أولاده نعم. ترك أبا وأولادا. وأولادا نعم. حنا نفهموا كي نقول أولاد معنا ذكور وإناثة. الجواب. الأب يرث السدس. ربي اللي قال في القرآن ولأبويه. علاش قصيت كذا كان خلى الأم تقولت ما كانش خلى غير الأب. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولد. معنى هذا اللي مات وعنده أولاد وخلى باباه عنده السدس، معنى واحد على ستة. الباقي الشيء اللي بقى هذاك يروح للأولاد نتاعو ذكورا وإناثا لقوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي الفريضة يا سي إبراهيم أخويا، كل واحد يأخذ حقه ويحافظ على الأخوة التي تجمع بيناتهم. نعم. ولا تنزع. الآن بالنسبة للمسائل اللي ذكرها الأستاذ نزيد بعض الإضافات المهمة. نعم. في هذا. تفضل دكتور. أولا أبدأ من حيث انتهى موضوع العنف. هذا العنف موجود سواء من بعض الأطباء أو من بعض الممرضين والممرضات. نعم. يعني ذكر الطبيب قبل حين جزا الله خير قال كي يكون الطبيب يستقبل المريض استقبالا حسنا. وهذاك الاستقبال مهم جدا. يعني يوفر الأسباب النفسية. نعم. للعلاج. والمريض كي يكون قدام الطبيب يعني ينتظر منه الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، مرحبا، أهلا وسهلا، ما تخافش، ويزرع فيه الأمل. وهذا موجود في أحاديث الوقت ما يسمح لناش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، يعطي الإسبوار. لذلك الجانب الأخلاقي من قبل الفريق الطبي مهم جدا في تحقيق العلاج إن شاء الله تعالى الفعال. بالنسبة للمرضى أيضا يحتاجون أيضا إلى تمثل المبادئ والأخلاقيات. كما نطلبوا من الجراح ونطلبوا جراح الأسنان ولا الطبيب العام ولا الطبيب المتخصص ولا الصيدلي ولا كذا، نطلبوا هالأخلاقيات والمبادئ اللي هي موجودة في الشريعة الإسلامية وراهي موجودة في مدونة الأخلاق، أخلاق الطب. نعم. يعني في الجزائر وفي غيرها من البلدان. نعم. أقول أيضا المرضى يحتاجون إلى هذا السلوك التربوي الأخلاقي، وكذلك عائلات المرضى. أحيانا المرض يجي جونتي ما شاء الله، مربي ما شاء الله، العائلة نتاعو هما اللي يصدموا، هما اللي يديروا العنف، وكأنه الاخرين ما همش مرضى. نعم. يجي يقول لازم يفوت هو، شكون اللي يرتب لي زيرجونس؟ هما الاطباء ماشي حنايا. نعم. حنا ماشي كنرافقوا المرضى نتاعنا نقول لازم يفوت هو الاول. جدا. نعم. احيانا المرافقون للمرضى هما اللي يديروا المشاكل. معليش مثال بسيط حتى في الزيارات. دقيقتان دكتور. يجي واحد نروحوا حنا في ثلاثه نزوروا مريض. نعم. وهذه نقولها فلاحي برك. نعم. الجيريان يا هكذا. نعم. نوصلوا. هما الزيارة تنتهي مثلا الساعة الثالثة. نعم. حنا وصلنا ثلاثة وأربعة. نعم. ثلاثة وأربعة نقولوا لازم نشوفوا. لازم. نقولها ولاتقوا الله. أذكر مرة واحد مسكين فلا سيكوريتي يعني عون الأمن. نعم. قال لهم لكم نخليكم دخلوا أنا الخبز نتاعي طير. طير نعم. معنى علاش نحرجوا؟ ما نحرجوش أو نرجعوا جميعا إلى شريعة الله. ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه رقم واحد، تخاطبون جميعا. ربي قال في القرآن فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. رقم اثنين. رقم ثلاثة ربي قال لا تبخسوا الناس أشياءهم. رقم أربعة ربي يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورقم خمسة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل سواء في الطب أو في غيره يير الشغل يتقال لذي فافيس. هذه حكمة تركها الأوائل
نسأل الله أن يتقن أعمالنا. الكلمة الختامية إن شاء الله. دكتور شكرا دكتور سعيد بويزري، شكرا لك بروفيسور. ونحن نتحدث عن الأخطاء الطبية. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في أداء هذه المهمة الإعلامية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل.